صور من الزمن الجميل، تلك التي عرضت بدار الثقافة بمناسبة تأسيس مدينة الجلفة قبل 156 سنة، وهي صور نادرة للمدينة. عرض هذا بفضل الفرقة اللي نظمتها، هي 100 سنة في تاريخ الجلفة أو تاريخ الجزائر. الصور هذه اللي داروها لنا فكرتنا بالماضي، باش كاين احنا اللي ما يعرفش التاريخ تاع بلادو، الحمد لله دوكا بهذه الصور نطيقو نعرفوا التاريخ تاعنا، نعرفوا واش صرا في بلادنا. صور تحاكي طبيعة المنطقة، فمن صور الشيوخ التي أنهكها الفقر إلى المدينة القديمة بأزقتها العتيقة التي ذكرت بحضارة المنطقة. البلاد دركا خلاو كما الباشان هذاك، كون خلاوه كما هكذاك يعود اثار حوايج اللي راهم طيحوهم دركا، كما صاو يطيحوا فيهم وعاودوا بناهم وعاودوا اللي بناوها، ولكن هي الاثار تاع الاول احلى من دركا، فهمت؟ وزيد الجلفه راه كانت جلفه حكايه، فهمت؟ وليت ساعه وكذا. ورغم ضعف اقبال الجمهور عن هذه التظاهره، الا انه من زار المعرض عاد بإسطوانة الزمن لسنوات خلت وأعجب بهذه المدينة الساحرة. لا نزلت في جلفة أبدا إلا اليوم، وأنا فرحان جدا لأعرف تاريخ جلفة والجلفة الحديثة و دار الثقافة هنا. مدينة الجلفة التي تأسست قبل قرن ونصف بدأت معالمها القديمة بالاندثار بسبب غياب الاهتمام، ولم تبقى منها إلا بعض الأطلال وهذه الصور.